ما الذي يحمل فنانا على الانتقال من عالم الفن إلى عالم السياسة؟ وهل يعتقد ضيفنا أن البرلمان المصري قادر على السير قدما بمبادئ العيش والحرية والعدالة الاجتماعية؟ وأخيرا، لماذا يخشى ضيفنا من إمكانية عودة الإخوان المسلمين والحزب الوطني المنحل إلى سدة الحكم؟ هذه إذن محاور لقائنا هنا في القاهرة بضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع، عضو مجلس النواب المصري الفنان خالد يوسف. سيد خالد، دعني أبدأ بالسؤال الذي بدأت به المقدمة. ما الذي دفعك إلى الانتقال من عالم الفن الذي يوصف بأنه مرهف حساس صادق إلى عالم السياسة الذي يقال أيضا بأنه مليء بالمكائد والمصالح المتضاربة؟ أولا، أنا ما بعتبرش نفسي انتقلت من عالم الفن لعالم السياسة. أنا من يوم 25 يناير شعرت أنه في مهمة وطنية. أنا لا أشتغل بالعمل السياسي بالمعنى الدقيق، ولكني أشتغل بالعمل الوطني. مع نزولي من أول لحظات هذه الثورة لم أستطع أن أتخلى وتراجع خطوة وأرجع لعالمي السينمائي. زي ما بنقول كده بالبلدي بالمصري، رجلي جت فما عرفتش أرجع. فهي القصة أنه في مهام وطنية، يعني بدأت الثورة ومن ساعتها توالت المعارك، معركة تلو الأخرى لم تجعلني في رفاهية أن أنا أقعد حتى أفكر أن أعود أو لا أعود. ولذلك غبت عن السينما حوالي 6 سنوات على ما أذكر. 5 سنوات من سنة. هل هذا يعني بأنك يعني عزفت عن فكرة إنتاج فيلم ملحمي عن الثورتين؟ لا، بكل تأكيد لا. بكل تأكيد ان انا الابقى بالنسبة لي وهيبقى في الارض من تأثير، لو بفرض في تأثير، هيبقى للافلام اللي انا عملتها او بفرض قدر لي ان انا اعملها. وبالتالي لابد ان اعود واصنع افلام اذا ربنا اداني يعني القدرة والعمر. وفكرة التوثيق نفسها مش هماني، لان السينما ليست توثيق على الاطلاق. يعني في ناس فاهمة ان السينما بتوثق للتاريخ او بتوثق ماذا عن الفيلم الوثائقي؟ فيلم الوثائقي دي قصة اخرى، لكن بقولك السينما، الفيلم الروائي الطويل اللي هو مجالي، هو رؤية في التاريخ، رؤية في الحاضر، بتشوف الحدث من خلال عينك انت، فبتقول انا شايف، انا شفت، انا شاهد عن المرحلة ديت وشفتها بالعين الفلانية بالرؤية الفلانية. سيد خالد، بالحديث عن المكائد، انت على ما سمعنا يعني خبرت مكيدة أواخر العام الماضي تمثلت بصور وصفت بالمسيئة، يعني استهدفتك في ذلك الحين. هل جعلك هذا تفكر مرتين لماذا أنا دخلت في هذا العالم؟ أكيد انتبني الشعور ده للحظات، ولكن دايما بيقولوا اللي بيتعرض للعمل العام لابد أن يبقى مستعد أن هو يضحي بجزء من عرضه. ده جملة لإمام شهير، يعني إمام مسلم. وبالتالي ما يعني دي ضرائب لابد ان تدفع. لما تخش في صراعات سياسيه بيبقى لك اعداء، بيبقى لك ناس عايزه تصفيك، عايزه تغتالك معنويا، وبالتالي المكائد ده شيء طبيعي جدا لابد ان تتصدى ليها وتعرف ان دي ضرائب لابد ان تدفع. حتى انهي هذا الموضوع بسرعه، في الواقع هناك لغط حول ما اذا كنت قد رفعت دعوى تشهير ضد من نشروا تلك الصور ام لا. ما الذي فعلته بالضبط؟ لا، انا تقدمت باكثر من بلاغ للنائب العام وهم قيد التحقيق، بس عندنا النيابه العامه تاخد وقت شويه في التحقيقات، يعني الموضوع لغايه اللحظه ديت لم ينتهي بقى. طيب، أنت تقول بأنني لن أستقيل من البرلمان إلا إذا شعرت باليأس من أن يعني مبادئ ثورة 25 يناير لن تتحقق. ما هي المهلة التي تعطيها لنفسك حتى تعلم أو تقرر بأن هذه المبادئ لن تتحقق؟ هي مش متعلقة بمهلة زمنية قد هي متعلقة بإجراءات على الأرض. يعني في مثلا دعاوى لتغيير الدستور، لو لقيت البرلمان شرع في تغيير الدستور والبرلمان وافق بأغلبيته على تغيير الدستور اللي الشعب المصري اقره بهذه الاغلبيه الساحقه، يعني هيبقى عندي يقين ان هذا البرلمان سينقض على اهداف 25 يناير، وبالتالي ما فيش لازم ان انا ابقى موجود. اذا شعرت ان جماعة التشريعات اللي بيقرها البرلمان لا تصب في خانه العداله الاجتماعيه والحريه والعيش والكرامه الانسانيه والاستقلال الوطني والدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه اللي هي اهداف ثوره 25 يناير 30 يونيو، تاكد ان انا مش هتلاقيني وانا قلت كده تصريح اذا ذبح البرلمان العداله الاجتماعيه او مبادئ 25 30 ساعود للسينما لابشر بموعد الثوره القادمه. طيب،
في الواقع أنت قلت أو نقل عنك القول بأنني لن أترشح إلا لدورة واحدة في البرلمان، هل هذه هي الفترة التي تتوقع إما أن يتحقق ما تريده أو لا يتحقق؟ بكل تأكيد، يعني أنا رأيي 5 سنين فترة كافية جدا لهذا البرلمان أن يحول المبادئ الدستورية اللي هي كانت نتاج ترجمة شعارات الثورة إلى واقع متحرك على الأرض. إذا لم ينجح البرلمان ففي 5 سنين يبقى هو ما كانش عنده النية ولا الإرادة السياسية لذلك. أنت يعني ما فاتئت تكرر الحديث في الواقع عن مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، دعني أنقل إليك ما قالته الكاتبة الصحفية لميس جابر، لابد أنك قرأته أو سمعته في الواقع لأنها ربما قالته في مقابلة تلفزيونية، بأن ثورة 25 أو بالأحرى 25 يناير لم تكن ثورة بل جلبت بالمعنى بلطجية، حرق أقسام، قتل الشرطة، فماذا تقول؟ يعني أنا مش هرد على هذا المنطق لأنه كلام مردود عليه. يعني لم يحدث أنهم أحرقوا أقسام شرطة؟ كل الثورات بتحصل فيها تجاوزات، لكن الفعل الشعبي اللي تقدر ترصده في 25 يناير أنها كانت إرادة شعبية جامعة للمصريين، أشواق المصريين للتغيير قد تجلت بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ وتمكنوا من التغيير بالفعل. صحيح لم تنجز هذه الثورة تنجز أهدافها حتى هذه اللحظة، ولكن دي كانت ثورة عظيمة. طب. لأول مرة في التاريخ بيبقى في هذه الحشود بالملايين تخرج من أجل مبادئ عامة أو أشواق تجاه الحرية والعدالة. طيب ثمة من يأخذون على تلك الثورة في الواقع التي ذكرتها بأنها ربما عن قصد أو غير قصد أنجبت حكم الإخوان؟ بكل تأكيد في ناس يقول لك انا من انصار 30 يونيو مش 25 يناير. ليه يا عم؟ يقول لك 30 يونيو جابت السيسي اما 25 يناير جابت الاخوان. وانا برد عليهم بقول لهم 25 يناير جابت السيسي، لان لو ما كانش في 25 يناير ما كانش في 30 يونيو، ولو ما كانش في 25 يناير كان مازال يحكمنا دوله العواجيز، كان مازال يا اما حسني مبارك يا ابنه يا اما واحد من العواجيز الكبار اللي كانوا يحكمونا. وبالتالي انا بقول ان 25 يناير كان طبيعيا ان التنظيم الاخوان المسلمين يستطيع ان يستولي عليها ويسطو عليها لطبيعه المرحله، ان الاحزاب السياسيه لم تكن جاهزه بعد ولا لها قواعد جماهيريه. هل هي جاهزه الان الاحزاب السياسيه؟ لا لسه طبعا ما جهزتش، بس يعني ده نتاج عصر مبارك اللي هو ضرب الحياه الحزبيه وضرب التعدديه في مقتل. في اسباب ذاتيه وموضوعيه عند الاحزاب والقوى الوطنيه، لكن في سبب اخر الدوله كانت تضرب الحركه الوطنيه وكانت تضرب الاحزاب والتعدديه وجعلتهم مش قادرين يتحركوا في الشارع، وبالتالي الناس اللي اتحركوا تحت الارض اللي هم الاخوان المسلمين هم اللي استطاعوا ان هم يكسبوا الانتخابات. سيد خالد، انت تقول بان البرلمان الحالي يختلف عن البرلمانات السابقة التي كان يديرها أحمد فتحي سرور اللي هو يعني ترأس البرلمانات لفترة من الزمن، وأضفت بأن تلك البرلمانات كانت برلمانات بين قوسين موافقة، هل البرلمان الحالي برلمان معارضة؟ لا، ولا هو برلمان معارضة ولا هو برلمان موافقة، ولكن هو نتاج انتخابات نزيهة بشكل كبير، ما هيش نزاهة مطلقة، لأن المال السياسي دخل في بعض الأحيان، في تدخلات للإدارة دخلت في بعض الأحيان، لكن في مجمله إلى حد كبير هو انتخابات كانت نزيهة وشفافة معبرة عن حالة الارتباك اللي موجودة، لابد أنها تكون لها مرد في البرلمان، معبرة عن التعددية اللي موجودة والحالة السيولة اللي موجودة في المجتمع. ما هوش تقدر تقول عليه لا هو برلمان موالي ومنسحق ولا هو برلمان معارض ومناضل. ولكن من يقول السيد خالد بأنه ربما كان مواليا بالدرجة الأكبر في ضوء الكتلة الرئيسية على ما أعتقد أنها كتلة دعم مصر التي تسيطر على البرلمان والتي تعلن ليل نهار بأنها يعني مؤيدة وموالية بين قوسين للنظام وللحكومة. بص هقول لحضرتك حاجة، هيتضح الكلام ده كله بالممارسات. حتى هذه اللحظة البرلمان لا تستطيع ان انت تتبين فيه لانه كان يناقش على مدى شهور لائحته اللي هو النظام الداخلي، وكان يناقش قوانين كانت قد اقرت في غيبته اللي هم ال 350 قانون، لم يبدأ بعد في اداء مهمته الحقيقية في الرقابة والتشريع. طيب سيد خالد، قبل الفاصل يعني في عجالة، هل هذا هو البرلمان الذي كنت تتوقعه نتيجة ثورتين 25 يناير و 30 يونيو؟ أكيد لا، لأنه حالة الارتباك اللي قلت لك عليها في المجتمع، حالة السيولة، ما تسفرش عن برلمان أحسن من كده. بس أنا بتصور أنه البرلمان ظلم شوية في
في الايمج بتاعه وفي صورته المصدره للجماهير، صورته ستتحسن بتلقفه بقى للقضايا ومعالجته للقضايا المطروحه عليه في الفتره القادمه. هذه النقطه وصلت. اذا مشاهدينا الكرام نتوقف الان مع فاصل قصير، نواصل بعده حوارنا هنا في القاهره مع ضيف نقطه نظام لهذا الاسبوع عضو مجلس النواب المصري الفنان خالد يوسف. إذا مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا مع ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع عضو مجلس النواب المصري الفنان خالد يوسف. سيد خالد، يبدو للمراقب بأن الشباب الذين قادوا ثورة 25 يناير على ما قيل في الواقع لم يشاركوا بكثرة إن كانوا قد شاركوا في انتخابات الرئاسة الأخيرة، وكأنهم يئسوا من أن الانتخابات تجلب من يريدونه، هل توافق على ذلك؟ أوافق جزئيا. في جزء من شباب 25 يناير موجودين في المجلس المؤمنين بها، واللي كانوا طليعتها، واللي كانوا هم أنفسهم هم طليعة 30 يونيو. على فكرة لا يوجد على أرض مصر شاب شارك في 25 يناير لن يشارك في 30 يونيو، بل هم أنفسهم من قادوا 25 هم اللي قادوا 30 باستثناء شباب الإخوان المسلمين. وبالتالي الجزء موجود منهم الموجود منهم في البرلمان معبر عنهم، لكن مش معبر عن حقيقة الوضع على الأرض من ان هم يمثلوا السواد الأعظم من الشعب المصري. انا بتصور انه شباب اللي عندهم اشواق في التغيير يمثلوا السواد الأعظم، لكن السبب الحقيقي هو الآلية الانتخابية نفسها بتخضع لأمور مش كلها يتعلق بالصدق وبالوطنية، يتعلق بالإمكانات ويتعلق بالعلاقات ويتعلق بالعصبيات، كل دي مقومات موجودة في الانتخابات لا, لا, لا يمكن إنكارها. طب ما رأيك سيد خالد فيما يقال عن أن بعض شباب ثورة 25 يناير يوجدون الآن في السجون؟ أعتقد أن الرئيس نفسه الرئيس السيسي نفسه قال أكثر من مرة أن هناك شباب من 25 يناير مصدوم وراء السجون، وأكثر من على 4 مرات أفرج عمل عفو رئاسي عن مجموعات، وما زلنا عندنا امال ان هؤلاء الشباب يحظوا بحريتهم، لان جزء كبير جدا منهم جزء كبير يكاد يصل ل 90% لم يمارس العنف، لم يمارس التمويل والاجندات اللي هم بيقولوا عليها، لم يمارس اي فعل يحاسبوا عليه، وهم موجودين في السجون دلوقتي بمحض قانون ظالم اسمه قانون التظاهر، او بمحض تلفيق تهم، او بمحض اخطاء في الاجراءات نفسها، وبالتالي دول لا يجب ان يحرروا بعد ما نغير باذن الله قانون التظاهر. هل ينبي كلامك بانك تشكك في القضاء؟ على الاطلاق، القضاء بيحكم بورق قدامه وبقوانين، فهو ملتزم بالورق وبالقوانين اللي بيقدم له بيحكم على اساسه. انا بقول في ظلم في الاجراءات، في قانون ظالم اسمه قانون التظاهر بيعطي عقوبة تصل إلى 15 سنة للمتظاهر، يعني كلام مش موجود في أي قانون في العالم. المجلس القومي لحقوق الإنسان نفسه اللي هو أحد مؤسسات الدولة عنده 12 ملحوظة على قانون التظاهر، الشباب دول اتحبسوا بقانون أنا بعتقد أنه ظالم ومخالف للدستور. طيب يعني أنت تحدثت قبل قليل عن المال السياسي الذي استخدم في الانتخابات، هل بالضرورة إذن أن تجلب الانتخابات أكفأ وأنسب الناس في ضوء أنه الذي لديه المال يستطيع أن يدخل في نهاية؟ لا، الذي لديه المال مش بالضرورة يستطيع أن يكسب الانتخابات، يعني فيه جزء من الحكاية. يعني لو أنت اتكلمت على 600 عضو في البرلمان وعايز تقول لي إيه النسبة اللي دخلت ممكن بفلوسها، لن تجدها تصل إلى 1% 2%، لأن ما فيش حد بينجح بالفلوس لوحدها، لكن ممكن يبقى عنده مقومات النجاح ويسندها بمقومات مالية، لكن من الاصل يكون لا يمكن ينجح وبينجح بفلوسه، ده اهانه اصلا للشعب المصري واهانه للناخبين. انا بعتقد ان انا اربأ بين انا اقول. ولكن قيل ايام الاخوان بانهم يعني بالسكر والزيت يعني اشتروا الاصوات، اليس كذلك؟ لا، بالسكر والزيت كانوا بيستغلوا عوز الناس وحاجتهم في اظهار انهم متضامنين مع الناس، مش بيشتروا اصوات بالمعنى الحقيقي بالنسبه للناخب. بالنسبه لنا احنا واحنا مشاهدين هو ده شراء اصوات، لكن بالنسبه للناخب بيشعر ان هو متضامن مع فقره ومتضامن مع مأساته، وراجل قلبه رحيم، والراجل ده لو حكم سيستطيع ان هو يجيب له حقوقه، فهم بيستخدموها وسيله مش هي في الحقيقه رشوه، لكن بالنسبه للناخب هو بيعتبرها تعبر عن رقته وتعبر عن انحيازه ليه. طيب سيد خالد، انت تقول بان هناك حوالي 50 مليون فقير في مصر، وبان هؤلاء سيفرضون اجندتهم على البرلمان،
السؤال المطروح، هل تعرف أحدا في البرلمان بما فيهم أنت شخصيا لديكم برنامج محدد مخطط لمعالجة هذه المشكلة؟ بكل تأكيد احنا مجموعة، احنا ائتلاف اسمه 25-30، مجموعة من البرلمانيين كلهم منتمين لثورة 25 يناير 30 يونيو والأهدافها، ومصرين ان اذا كنا عايزين الوطن ده يستقيم حاله ويتقدم الامام لابد ان الفقراء ياخذوا حقهم، ولابد ان الشباب يمكن. دون المجدفين دول المركب مش، لكن عمليا هل في خطه مكتوبه؟ عندنا برنامج وتصور كامل، يعني في الرد على بيان الحكومه احنا كل عضو فينا قام رد على محور من المحاور ولسه بنستكملها، وفي الاخر بنقدم للمجلس او قدمنا للمجلس تصور كامل على البرنامج اللي كنا بنطمح ان الحكومه تقدمه للبرلمان، عشان كده احنا رفضنا بيان الحكومه. طيب انت قلت لو تمت اعاده سياسات النظام السابق ستحدث ثوره اخرى، ثمة من يقولون بان الاحتقان السياسي الاقتصادي الامني الحالي يشبه الظروف التي سبقت 25 يناير؟ لا لا على الاطلاق، ده ظرف موضوعي مختلف، ولكن لو استمرت الامور من تجاهل طبقه الفقراء وعدم اقرار دوله العداله بشكل عام اللي هو حلم من احلام المصريين عبروا عنه بجلاء زي ما قلت لحضرتك، انا باكد لك ان الامور مش هتستقيم، لان المزاج النفسي للمصريين قد تغير بعد 25 يناير، لن يصبروا كثيرا. هم صابرين دلوقتي لامرين مهمين، ثقتهم في الرئيس وشعبيه الرئيس الجارفه، والمؤامرة اللي على البلد اللي هم مدركينها ان من الحكمة ان هم ما يعملوش قلاقل في ظرف البلد بتتعرض فيه المؤامرة. طيب. لكن بعد شوية ما اعتقدش ان هم هيصبروا كتير. انت نقلق عنك القول بانه لا يجب او لا ينبغي التفكير باسقاط الرئيس السيسي لانه منتخب وعليك احترام ارادة الشعب. هل يعني هذا بانه من الان فصاعدا لن يسقط رؤساء بالمظاهرات؟ قاعدة مش بالضرورة كلها حقيقية أو صحيحة، لكن بالنسبة للرئيس السيسي ما زال يتمتع بشعبية جارفة وبثقة المصريين، وما زال يحظى باحترام المصريين اللي انتخبوه. يعني مرسي لما نجح ب 50+1 أو 51% في شهرين ثلاثة فقد نصف مؤيدي بالإعلان الدستوري. الرئيس السيسي ممكن يكون فقد جزء من مؤيديه، بس هل هذه المعلومه مقاسه انه فقد هذه النسبه من مؤيديه؟ المظاهرات يوم الاعلان الدستوري اللي خرجت بمئات الالاف، ما هياش عشرات الالاف، يوم الاعلان الدستوري بالليل وحصرت الاتحاديه تؤكد ده، تؤكد انه يعني حصل شرخ في شرعيه النظام في باعلانه الدستوري. الرئيس السيسي الامر مختلف تماما، الرئيس السيسي معظم حتى اللي مش راضيين عنه لا يستطيعوا ان يشككوا في لا في وطنيته ولا في انتمائه لهذا الوطن. سيد خالد، انت قلت بان على النخبه السياسيه ان تسد الفراغ الناجم عن غياب الاخوان المسلمين والحزب الوطني المنحل، والا فان الاخوان والحزب الوطني سيعودون الى سده الحكم او الى المشهد السياسي بطريقه ديمقراطيه، هل انا دقيق؟ دقيق 100%. الشارع اذا لم تستطيع ان بيقول لك في نظريه ايه؟ الفراغ يجد من يملاه. فاذا لم تستطع ان تملا الفراغ اللي تركه الاخوان المسلمين والحزب الوطني في الشوارع وفي القرى وفي النجوع وفي الحارات وفي الاحياء، هيبقى مؤهل ان هم يرجعوا بخبرتهم التنظيميه يكسبوا اي انتخابات فيما بعد. فلا بد ان النخب تنتبه لانها ازاي تقدر تنزل للشارع وتلتحم بيه وتخلق كوادر مرتبطة بالجماهير وتستطيع أن تجهز الجماهير في قضايا وطنية أو في قضايا سياسية، وتستطيع أنها تنسق معهم بشكل حقيقي، وإلا الناس اللي هم حريفة في ده يستطيعوا أن هم يكسبوا. وهذا السؤال، ولا يعني بالرغم من أنه يعني لم ينتظروا انتخابات بالمعنى الذي تحدث عنه يعني قاعدة شعبية عريضة، يعني ما يقال بأن البرلمان الآن فيه عدد لا بأس به من أعضاء الحزب الوطني، أليس كذلك؟ والله البرلمان الأعضاء اللي موجودين في الحزب الوطني في البرلمان، أنا عايز أقول لك 99% منهم ما لهمش علامات استفهام لا في الفساد المالي ولا في استغلال السلطة ولا كانوا أحد أقطاب نظام مبارك. كانوا، خد بالك إن كان في 2.5 مليون عضو في الحزب الوطني، أنا ما أقدرش أحكم إن 2.5 دول كانوا خائنين للوطن، أو كانوا أو هم دول المسؤولين عن تزوير إرادة الأمة وعن نهب مال الأمة إلى آخره. كلهم كانوا صحيح تروس في هذه المكنة،
لكن بدرجة أخف. في ناس كانت موجودة وفي ناس كمان كانت موجودة ومش راضية عن اللي بيحصل وكانت بتحاول أن تصلح من الداخل. لكي نكون موضوعيين، في ناس من دول موجودين في البرلمان جاءوا بانتخابات حرة اللي هي انتخابات 2015. طيب أنت عندما انحست إلى الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة، قلت وتركت زميلك على ما يوصف طبعا حمدين صباحي، قلت بأنني أريد أن أنتخب أو ينجح رئيس ذي خلفية عسكرية لأننا يعني في نواجه مؤامرات ومكائد خارجية، صحيح؟ ما كانش ده السبب الأساسي. السبب الأساسي إن أنا تعلمت أن لا أخاصم وجدان الناس، وأنا ما لقيت فيه يعني شعبية الرئيس والمطالبات الشعبية جارفة وساحقة ولم يسبق لها مثيل. كان لابد من احترام إرادة هذا الشعب المصري، كان لابد ان انا اقول ان الشعب هذا الشعب العظيم اكثر حكمة، وزي ما اطلق عليه الرئيس عبد الناصر هو الشعب القائد والمعلم. لابد ان تضرب لهذا الشعب تعظيم سلام عندما يتحد على فكرة. فانا امتثلت إرادة المصريين عندما نادوا بالرئيس السيسي وايدت هذا الاختيار. طيب انت دفعت في الاونه الاخيره عن مبادره تسمى لنصنع البديل في الواقع، التي اطلقها حمدين صباحي باعتبارها ليست تنادي ببديل للرئيس السيسي. اذا ما هو البديل الذي تنادي به؟ هي المبادره ديت، اولا انا بدافع عن حق الاختلاف، ده واحد. يعني مصر او اي وطن في العالم لابد ان يتنفس من اكثر من رئه، لابد ان تهب كل الرياح من كل الاتجاهات لكي يكون هناك اجواء صحيه. لكن ان تتنفس من رئه واحده او ان يكون هو الصوت الواحد، صدقني مهما كان الصوت ده عاقل او احكم، صدقني ممكن نروح في داهيه بهذا الصوت، لانه مره ممكن يبقى احكم، مره ممكن يبقى احمق، فيودينا في داهيه. فالاصوات المختلفه موجوده ضروريه لعمليه التحول الديمقراطي، ده في اساس الموضوع. اما في القضيه نفسها، لما طرح المجموعه المبادره بتاعه البديل او البدائل، كانوا بيتكلموا على بديل عن السياسات الحاكمه لنظامنا السياسي، وانا معهم في ان السياسات الحاكمه ما زالت لم تخرج عن نطاق انها وجه اخر من سياسات نظام مبارك. طيب سؤال اخير سيد خالد، بعد واقعه يعني اسقاط عضويه الدكتور عكاشه في البرلمان بعد استقباله السفير الاسرائيلي في بيته، ثم من يقول هل سنسمع من سينادي رسميا ربما في البرلمان لاحقا بالغاء معاهده السلام الاسرائيليه المصريه؟ لا اتصور في الوقت الحالي انه هتبقى دي على اولويات العمل الوطني. ما تقدرش تقول ان اولويات، هل هي من اولوياتك شخصيا؟ بكل تاكيد انا ده موقف مبدئي تجاه العدو الصهيوني من نعومه اظافري حتى الان وحتى اموت. يعني انا عندي عداء للصهيونيه العالميه، واعتقد ان كل مآسينا في المنطقه العربيه عبر الخمسين ستين سنه كانت سببها وجود اسرائيل في المنطقه، هذا الكيان المغروس اللي هم غرسوه شوكه في ظهر الامه العربيه. لكن السياسه بتعلمك الاولويات. أنت أولويتك الآن أن تصنع مصر القوية، مصر العفية، مصر القادرة، مصر اللي بتدي ولادها حقها عشان يبقوا أصحاء ويقدروا يدافعوا عنها. أعتقد أن أي أمة لازم تدي لدي أولوية قبل ما تقول أن أنت تواجه عدو. هذه النقطة وصلت. بهذا إذن نأتي مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نقطة نظام. أشكر ضيفي عضو مجلس النواب المصري الفنان خالد يوسف.